نيجي بقى للدايليما الاكبر من الدايجنوزز، وهي الدايليما اوف تريتمنت. امشي في انهي سكه، امشي يمين ولا امشي شمال، ومنين بيودي على فين في التريتمنت. تارجت فور ثيرابي، لازم نعرف انه there is no cure for fibromyalgia، يعني fibromyalgia مش هيخف، بمعنى انه there is no complete cure في fibromyalgia. So the target of therapy would either remission or low disease activity. احنا هنا لا نطمح ابدا في الوقت الحالي الى الكيور. احنا طموحنا هنا ان العيان يدخل في remission او low disease activity. طب الريميشن في الروماتويد بعرفه بالداس سكور، بال اذر سكورز، يعني بمتابعه الاي اس ار والسي ار بي والمش عارف والكاد سكور، الحاجات دي كلها بعملها. في الانكلودنج بعمله بالاسداس سكور، في الجوفينايل بعمله بالزداس، لكن هنا بعمله بايه؟ هنا السيمبتومز كلها او كل ما فيكشن عباره عن سبجكتيف، كلها العيان هو اللي بيحكيها عن نفسه. يبقى انا لما الريميشن بدل هحسبه ازاي؟ فقال لك ريميشن may be defined by the patient stating that I am no longer a patient and no longer suffer due to my fibromyalgia independently of pain or fatigue which may be still be present. يعني ايه الكلام ده؟ العيان مش لازم يبقى عنده زيرو بين او زيرو فاتيج، لكن الفاتيج والبين دول ما بقوش عاملين له مشكله. يعني العيان ممكن يبقى ستيل عنده يعني مايلد بين بس ماشي بيه، هعتبره هنا في ريميشن. طالما العيان ده بدا يحس ان هو اتحسن، بدا هو ما يبقاش شاغل نفسه على طول بالبين، ما بقاش مركز قوي فيه، ما بقاش البين ده ديفاستيتنج مش قادر اعمل له انتربشن او في هيز ديلي لايف، هعتبره ان ريميشن. تود بي ادوبتد ذات تو بيشن برايورتيز اند ميجر امباكتد دومينز ديفايند باي ذا بيشنت ذيم سيلف. لازم العيان بنفسه هو اللي يقول لي انا خفيت او انا كده كويس. طالما العيان حاسس ان هو لسه تعبان يبقى لسه تعبان. يبقى هنا انا دايما مضطر اصدق العيان، ما عنديش حل تاني. لانه انا ما عنديش اي حاجه بقيس بيها، قلنا قبل كده في محاضرات قبل كده ان انا ما اقدرش اقيس البين. فهنا بقول للعيان لازم هو اللي يقول لي ان انا خفيت. ما ينفعش انا ما فيش حاجه بقيسها بيه. او بقيس بيها الفايبرومايالجيا. As the patient narrative may be difficult to anchor multiple complaints, the patient global assessment اللي هو BGA هو احسن حاجه ان انا بقول للعيان، بيقول لي على بعضه انا حاسس ان انا خفيت يا دكتور، انا حاسس ان انا الالم عندي بقى خفيف خالص وبقى يعني الدنيا بسيطه معايا، ده اسمه low disease activity. لا انا حاسس ان انا ما عنديش مشكله او ان انا خفيت، يبقى اسمه ريميشن. طيب الريميشن ده يبقى اون دراج ولا اوف دراج؟ يعني الريميشن العيان دخل في ريميشن، اخليه يكمل على الدراجز اللي هو ماشي بيها، يبقى هو كده اسمه اون دراج ريميشن، ولا اوقف الدراجز ويبقى اوف دراج ريميشن. The possibility of off drug remission is highly controversial and is only evident على ليفل بتاع الكروس الكيس ريبورت اند كيس سيريس. يعني ما حدش عمل كلينيكال ترايلز، ما حدش عمل كيس كنترول ستاديز وقال لك انه في ناس بيوصلوا لمرحله الاوف دراج ريميشن في الفايبرومايالجيا. في حالات موجوده وكيس ستادي موجوده جدا عن ناس كان عندهم فايبرومايالجيا سيفير جدا وتحسنوا وبقوا بطلوا ادويه وحاليا عايشين كويسين خالص وما رجعتش تاني السيمبتومز ليهم. ممكن يعني يدخل في ريميشن لفتره ويرجع تاني يحصل له ريلابس، لكن ان يحصل ريميشن برولونجد ويزاوت تريتمنت دي كيس ريبورتس او كيس سيريس اونلي لغايه دلوقتي. وبالتالي زي ما قلنا التارجت بتاعي هو الريميشن او اللو ديزيز اكتيفيتي مش الكيور. لغايه دلوقتي انا ما عنديش طموح قوي ان العين يدخل مني في كيور، بمعنى ان هو مش هيحصل له ريلابس ومش هيحصل له استغناء كامل عن الادويه او عن العلاج عموما. يعني لكم ان تتخيلوا كميه الادويه والطرق العلاجيه اللي اثبتت او لم تثبت او درست يعني في الفايبرومايالجيا. هنا عندنا امريكان سوسايتي اوف بين او اي بي اس امريكان بين سوسايتي اسوشيشن اوف ذا ساينتفيك ميديكال سوسايتي ان جيرمان اللي هي اسمها اي دبليو ام اف، والكنديان بين سوسايتي اللي هي كي سي بي كي، واليوروبيان ليجو اجينست بروتكشن اللي هم الاي ار. الاربعه دول بيعملوا جايد لاينز كل سنه للمانجمنت اوف فايبرومايالجيا. لكم ان تتخيلوا كميه الحاجات اللي جربوها في الفايبرومايالجيا، من اول اكسرسايز CBT اللي هو Cognitive Behavioral Therapy،
امتريبتلين، سايكلوبنزابرين، مالتي كومبايند ثيرابي، ترامادول، بلانيو ثيرابي، بيشنت اديوكيشن، هيبنو ثيرابي علاج بالنوم، بايو فيدباك، مساج ثيرابي، انتي كونفالسانت، اس اس ار اي اللي هو سيروتونين انهبيتور اللي هو فلوكسيتين، واس ان اي ار اي اللي هو لوكسيتين. خلصنا؟ ما خلصناش، لسه في كتير اهو. ابيويد، اكيوبنكشر، تريجر بوينت، ميديتيف موفمنت، جايدد ايميجنج، مايندفولنس، حاجات برضه في السايكوثيرابي، ماوز ونان سترويدلز وسيم وهوميوثيرابي و كيروبراكتيك وصوديوم اوكسيبيت، مش عارف ايه الحاجات دي يعني، كمان ومنا سبرام وهرمونز وكابساسين وهيلثي لايف ستايل وكام وسترينث تريننج. خلصنا؟ برضو لسه فيك حاجات كتير قوي مش هقولها بقى. كل الكلام ده، كل الحاجات دي اتجربت ودرست في محاوله لايجاد حاجه لعلاج الفايبروميالجيا. لكن الحاجات اللي هو الموست كومنلي يوزد هم اللي احنا هنقولهم بعد شويه. نون ميديكال تريتمنت، نمره واحد مانجنج ستريس، ديبريشن، بين اند لايف ستايل موديفيكيشن، زي بيتشن اديوكيشن، نعلمه ان المرض بتاعه ما هوش خطير، هو محتاج بس ان هو يغير شويه في اللايف ستايل، يقلل من الستريس. كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي اللي هي السي بي تي، ريلاكسنج او ريلاكسيشن تريننج، جروب ثيرابي ان اخلي العيان يعني يدخل في جروبز من الفايبرومايالجيا بيشنت ويعلموا بعض ويبتدوا يتعايشوا مع بعض. يعني هو ساعات القصه تبقى جاست ايموشنال ستريس هي اللي مزوداها اكتر قوي، فلو الايموشنال ستريس ده اتحسن بمجرد ان يحكي مع ناس في نفس ظروفه او نفس ظروفها يعني، فده لوحده ممكن يهدي معاهم الدنيا. البايو فيدباك، التغذيه الراجعه طبعا البيولوجيه، ان هو يعني يحكي ويروح ويجي مع الدكتور بتاعه او مع الجروب اللي هو بيتعالج معاها. اكسرسايز ايروبيك باي ديت او اكسرسايزنج ان ووتر او سترينث تريننج، كارديو فاسكو اكسرسايز، فيزيوثيرابي، برضه السي بي تي موجوده هنا برضه زي موجوده في الاولانيه، اكيوبنكشر، هيبنوثيرابي والترا ساوند، برضه بيبقى موجود يعني، بلانيوثيرابي اللي هو علاج بالحاجات دي هادي ثيرابي كده يعني، او تشاينيز هيربال ميديكيشن، مش عارف تشاينيز هيربال تي، واكيوبنكشر طبعا موجود تاني هنا، واليوجا والتاي تشاي وكل الحاجات دي. كل الحاجات دي وسائل نون ميديكال تريتمنت طبعا بتساعد شويه لكن لا غنى عن الميديكال ثيرابي. ميديكال ثيرابي يشمل ما يلي. اول حاجه الاميتريبتلين. اميتريبتلين is a tricyclic antidepressant known to inhibit both serotonin and noradrenaline reuptake and has long been used for the management of neuropathic pain and fibromyalgia. نمره اثنين anticonvulsant اللي هم بريجابالين، اللي انا مش عارف هو اتمنع عليه من مصر ومن الدول العربيه، لكن هو يعني دواء كان فيري سيف وفيري يعني ما هواش ادكتيف مثلا زي الترامادول مثلا، لكن هو يعني كان مفيد جدا. هو حقيقي موجود بس لازم عشان تجيبيه يعني محتاج يعني روشته مخطوبه من الدكتور وقصه وحكايه يعني. بريجابالين وجابابنتين ار بوث ستراكشرلي سيميلر تو ذا نيورو ترانسميتر جاما امينو بيوتيريك اسيد اللي هو الجابا. Although neither drug has activity in GABA neural system، هو تقريبا الاثنين بيشتغلوا كانرجيتك افكت للنيوروباثيك بين، their energetic effect is linked to their ability to bind to voltage gated calcium channel in the central nervous system. طبعا عارفين ان في voltage gated channel وفي اللي هو ال اسمه ايه ده الكيميكال جيتد، في نون جيتد شانلز. البوست جيتد اللي هي بتتعلق بالايه الاكشن بوتنشال، يعني هو البوزيتيفيتي والنيجاتيفيتي اللي حوالين السيل ميمبرين. فالكالسيوم شانل في منها ديفيوجن شانلز وفي منها بوست جيتد شانلز. في النيورو ترانسميتر او في النيرف اندنجز بيبقى عندنا فولت جيتد شانلز. الجابا بيمنع الفولت جيتد شانلز وبالتالي بيقلل البين ترانسميشن امبلس. السيروتونين نور ادرينالين ري ابتيك انهبيتور اللي هي اس ان ار اي. سيروتونين اند نور ادرينالين هاف بين امبليكيتد ان ذا ميديكيشن اوف ديسندنج انترميديشن سوري اوف ذا ديسندنج بين انهبيتوري باث واي ويتش هاف ان تيرن بين لينكد تو ذا باث فيسيولوجي اوف فايبرومايالجيا. السيروتونين
ونور ادرينالين هما الاثنين ليهم دور في ان هما بيشغلوا البين انهيبيتوري باث واي. في باث واي بينزل من البرين اسمه ديسندنج بين انهيبيتوري باث واي، بيعتمد على السيروتونين ودنو ادرينالين. لما بيحصل ري ابتيك ليهم فبيرجعوا تاني للابر سنتر، فما بيشتغلوش تحت، فبيمنعوا او بيقللوا الديسندنج بين انهيبيتوري باث واي، وبالتالي البين بيزيد، يعني بيحصل انهيبيشن للانهيبيشن. فانا لما بمنع الري ابتيك يبقى انا بخليهم موجودين فبيشتغلوا بزياده، فبيشغلوا لي الديسندنج بين انهيبيتوري باث واي، فبيعملوا لي انالجيا للنيوروباثيك بين. Patients with fibromyalgia have been found to have decreased concentration of serotonin and its precursor tryptophan in serum and tryptophan fluid. Serotonin is implicated in psychiatric disorders such as depression and anxiety, and is theorized to have a role in pain threshold and stage 4 sleep, اللي هو non-rapid eye movement stage 4 sleep، اللي أنا محتاجه عشان أنام مرتاح. وبالتالي في عندنا كذا نوع من ال SNRI. دوكسيتين had a five-fold stronger effect on serotonin than on adrenaline، لكن الميلناسبرام العكس، three-fold stronger effect on adrenaline than serotonin. وبالتالي لو انا عندي مشكله اكتر في الدبريشن يفضل ادي دوكسيتين اللي هو سيمباتكس، لو انا عندي المشكله اكتر في البين يبقى ادي الميلناسبرام اللي هو المايودونيا واخواته. يعني يبقى دي حتى يعني ايه برضو مش قاعده، يعني ساعات العين بيبقى عنده اثنين، وساعات العين بديله سيروتون بديله السيمباتكس ما يخفش راح مديله مكانها الايه المايودونيا والكلام ده، فهم الاثنين نفس المجموعه بس مع اختلاف مين فيهم هاز مور افينيتي تو مين. فالدوكسيتين ليه مور افينيتي على السيروتونين انهبيشن، يعني سيروتونين ريابتيك انهبيشن، والبنسبرام ليه مور افينيتي على نور ادرينالين ري ابتيك انهبيشن. في حاجات تانية سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور، ده بيشتغل بس على السيروتونين ملوش دعوه خالص بالنور ادرينالين. زي الفلوكسيتين او الباروكسيتين كان بي كونسيدرد فور ا ليميتد بيريد اوف تايم ان كومبايند ديبريسيف انكزايتي ديس اوردر، دي لو المشكله اساسا ديبريشن وانكزايتي. سيتالوبرام سوري معلش سيتالوبرام was ineffective in the management of fibromyalgia in a small randomized control study، يعني سيتالوبرام ده فيلد خالص. الباقيين اللي هم الفلوكسيتين والباروكسيتين بيشتغلوا لو المشكله اساسا معظمها او الاساس بتاعها هي مشكله ديبريشن وانكزايتي. ايه استخدام الاوبيويدز هنا؟ هل ممكن استخدم اوبيويدز يعني مورفين مثلا؟ قال لك الـ use of strong opioids have been discouraged، لا مش مستحب خالص في علاج الفايبرومايالجيا، لأن there is deficit in opioid mediated descending anti-nociceptive activity in patients with FM with increased level of endogenous opioids in the CSF and decreased central opioid receptor availability. هنا مشكلة مش في إن الأوبيويد اللي هو endogenous opioid ناقص، هو زايد، لكن زي لكن الستو بتاعته هي اللي مش شغاله، فمهما زودت اوبيويدز من بره مش هتنفعني في حاجه. فهنا ده عشان كده هم حاليا قال لك ديسكارج، مش حلو ان انا ادي اوبيويد، هيعمل له ادمان، هيعمل له مشاكل، وفي نفس الوقت مش هيفيده بدرجه كبيره لان انا عندي مشكله في الريسبتورز بتاعه الاوبيويد. This may explain the lack of effectiveness of exogenous opioids in this group of patients. انا ما عنديش مشكله في نقص الاندوجينس اوبيويد قد ما عندي مشكله في الريسبتور بتاعه الاوبيويد. ترامادول is a weak opioid with combined receptor and agonist for the opioid and serotonin and norepinephrine reuptake inhibitory activity. بيشتغل حاجتين الترامادول، بيشتغل جزء منه زي الاوبيويد، وبيشتغل هو weak opioid، وبيشتغل برضه ك SNRI serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. It is the latter action that is possibly the key in its efficacy in fibromyalgia compared to other opioids. يبقى حتى الاوبيويد الوحيد اللي بيشتغل في الفايبرومايالجيا قال لك ان هو بيشتغل للوظيفه الثانيه بتاعته اللي هي SNRI function serotonin norepinephrine reuptake inhibitor.
بعد كده يبقى احنا لغايه دلوقتي اللي شفناهم لغايه دلوقتي نرجعهم تاني بسرعه كده، امتريبتلين انتي كونفلسنت واس ان ار اي، دول اللي بروف لغايه دلوقتي. يليهم سيلكتيف سيروتونين لوحدهم، والاوبيويد ما عنديش منهم غير الترامادول الافكتيف، سايكلوبنزابرين، سنترالي اكتنج ماستر ريلاكسنت which is structurally related to TCA and which was first developed as antipsychotic therapy. برضه الرول هنا مش كبير قوي. الكانابينويدز مولكيول هاف بين شون تو هاف انرجيتك بروبرتي از ويل از سليب بروموتنج افكت، هينس ذير هاز بين انكريزنج انترست ان ذير يوز ان بين مانجمنت. ذا اندوجينس كانابينويدز and their receptor have been localized to multiple levels of nervous system both peripheral and central and have an acknowledged role in helping to regulate the neural process associated with pain perception mood appetite and memory. وبالتالي هو لسه under trial، مفيش حد يعني قال كلام كبير على الكانابينويدز دي. طيب ادي بقى نون استرويدال او اسيتامينوفين باراستامول؟ لا ما همش لازمه خالص. The use of nonsteroidal استرويدال anti-inflammatory drugs or paracetamol for the management of fibromyalgia are not recommended. يبقى في حاجتين هنا not recommended خالص، اللي هم الاوبيويدز والنونستيرويدال والباراستامول. وفي حاجات لسه اندر ترايل زي الكانابينويدز والسايكلوبنزابرين، وفي حاجات بروفد ان هي افكتيف اللي هم بالترتيب كده اميتريبتلين، انتي كونفلسنت، سيرتونين ادرينالين ريابتيك انهبيتورز، وسيلكتيف سيرتونين ريابتيك انهبيتورز. دي الادويه اللي موست كومنلي يوزد في التريتمنت بتاع الفايبروميالجيا. اخر حاجه بنقول المعيان لازم انا اظبط له العلاج على قده، مفيش علاج ثابت لكل العيانين ولا العيان نفسه طول عمره، لازم انا بفصل تيلور التريتمنت على قد العيان. بنقول كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي شود بي كونسيدرد فور ذوز ويز مود ديس اوردر اور بور كوبنج ستراتيجيز. Pharmacological therapies should be considered for those with severe pain, dihydroxyurethane, pregabalin, or tramadol, or sleep disturbance, يبقى نديهم amitriptyline, وسايكلوبنزابرين, وبريجابالين. Multimodal rehabilitation program should be considered for those with severe disability. The updated German guidelines recommended that treatment should be tailored for the patient's preferences, comorbidities, and his or her experience with and response to previous treatment. ممكن عيان يكون بياخد مثلا السيمباتكس وبينام منه مثلا 18 ساعه فمش عاجبه، بياخد البريجابالين ما بيصحاش لمده 3 ايام، بتحصل مع بعض وشفناها. واحد تاني بياخد بيرتاح عليه، فتبقى برضه البيشن بريفرنس. العيان ممكن محتاج دواء حبايه واحده في اليوم بالليل، او واحد تاني ممكن ياخد عدد حبايتين او ثلاث حبايات في اليوم. فمن ضمن الحاجات اللي بختارها في اختيار الدواء هي البيشنت بريفرنس وخبرته السابقه، لان ده مرض مزمن فخبرته السابقه في الادويه اللي خدتها قبل كده، او الجنرال كونديشن. في ادويه ما تنفعش مثلا مع الكيدني ديزيز او مع الليفر امبيرمنت. ذا ريكومنديشن طبعا السيمبتوم اللي عنده، لو قلنا من شويه لو عنده بين اكتر بدي دايدلوكستين بريجابالين وترامادول، لو عنده المشكله اكتر في السليب والكلام ده كده بدي امتريبتلين والحاجات الثانيه دي. The recommendation of the type of aerobic exercise can depend on the comorbidities of the patient. For example, aqua jogging is more suitable for patients with obesity and or osteoarthritis of the hip or the knee than walking. Aqua jogging اللي هي ايه؟ اللي يعني ايه؟ الحركة جوه المية يعني. او يعني نط جوه المية. Of note, some peripheral pain generators in fibromyalgia might need different approach than ones recommended for fibromyalgia. زي ايه؟ زي دايستودال اند سترونج ابيويد ار نوت ريكومندد فور fibromyalgia but can be effective on comorbid condition. يعني ايه؟ العيان ده عنده اوستو اثريتس وكومبليكيتد او اوفر ادد عليها fibromyalgia. فانا مش انا قلنا من شويه مش حد نايسترويدال لو عيان عنده fibromyalgia مش هيفيدني في حاجه. مش حد سترونج ابيويد، لكن ممكن احتاجهم لو العيان ده عنده سي بي اوستو اثريتس. طبعا ده عنده روماتويد ارثرايت هديه بيستريكزيت، يبقى هديه اذر تريتمنت اللي هو ملوش دعوه بالديزيز الاصلي بالفايبرومالجيا، لكن ليه دعوه بالديزيز الثاني او الديزيز الاصلي اللي عنده. Local injections are not recommended for fibromyalgia but can relieve overall fibromyalgia pain لو كان عندها مايوفاشيال بيس سندروم كومبايد مع الفايبرومالجيا.
Contra indication of drug should be kept in mind. زي ما قلنا من شوية. Duloxetine should be avoided in patients with severe liver damage. والأميتريبتيلين in patients with glaucoma. Mental disorders such as depression and anxiety disorder are common in fibromyalgia and can be diagnosed depending on the setting and the instrument used in up to 80% of patients. So psychological distress and mental disorder have a negative impact on fibromyalgia outcome. So the German guidelines therefore recommend the collaboration with a mental health care specialist in case of moderate or severe mental disorders. هنا لازم علاج الفايبوميالجيا يكون كومبايند بين دكتور الروماتيزم ودكتور النيورو سيكاتري.